برحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج هاند بول نيوز وكل ما هو جديد في مونديال اليد مصر 2021. النهارده طبعا هيصدر الستار خلاص على مونديال اليد اللي استضافته مصر طبعا ارض الكنانه من يوم 13 يناير حتى يوم 31 من الشهر الجاري. مونديال التحديات فعلا، تحدي أزمة كورونا اللي ضربت العالم كله وضربت الرياضة كلها من سنة تقريبا، ووقفت جميع الأنشطة والرياضات حول العالم، لكن مع كل ده مصر قبلت التحدي وقدرت تنظم بطولة طبعا عالمية أبهرت العالم كله وخلت كل الناس وكل الوفود والبعثات تتكلم وتشيد باللي شافوه من تنظيم طبعا واجراءات رائعه على صعيد الاجراءات الاحترازيه ايضا. والنهارده كمان في مباراه قويه جدا في النهائي هتجمع بين منتخب الدنمارك حامل اللقب ومنتخب السويد الفائز بلقب البطوله 4 مرات سابقه، واللي بيبحث طبعا عن استعاده اللقب الغائب من حوالي 20 سنه من اخر لقب فاز في سنة 99 لما كسب طبعا المنتخب الروسي في النهائي وكانت البطولة مقامة في مصر. منتخب السويدي عنده تفاؤل كبير جدا في مباراة النهاردة وانه ممكن ان هو يحقق اللقب في النسخة الحالية المقامة في مصر، خاصة انه اخر لقب حققه عام 99 كان على ارض مصر زي ما اكدت لحضراتكم، وقدر ان هو يكسب المنتخب الروسي في النهائي. لكن المنتخب الدنماركي على الصعيد الاخر هو كمان طبعا عنده تفاؤل كبير جدا وهو اكثر واقعيه، لانه بلغ النهائي النسخه الحاليه بعدما حقق الفوز في جميع المباريات اللي خاضها على مدار مسيرته في هذه البطوله حتى الان. فاز المنتخب الدنماركي زي ما احنا عارفين في جميع مبارياته الثلاثه بالدور الاول في البطوله، ثم مباراته الثلاثه في الدور الثاني اللي هو طبعا الدور الرئيسي، طبعا ده قبل لما يفوز على منتخبنا الوطني في ربع النهائي في مباراه كانت ماراثونيه بشهاده الجميع والعالم كله، وفي الاخر فاز برميات الجزائيه زي ما احنا شفنا بعد التعادل في الوقت الاصلي ووقتين الاضافيين. بعد كده قدر كمان انه يكمل مسيرته للنهائي بالفوز على اسبانيا الفائز بلقب بطوله كاس العالم طبعا الاوروبيه 2020، ودلوقتي طبعا اصبح المنتخب الدنماركي على بعد خطوه واحده فقط من الدفاع عن لقبه وتحقيق اللقب للمره الثانيه على التوالي. لو رحنا بقى للجانب السويدي هنلاقيه ان هو كمان قدر ان هو يوصل للنهائي بفوز في جميع مبارياته اللعيبه في الدور الاول، وبعد كده فاز في مباراه وحيده وتعادل في مباراتين في الدور الرئيسي قبل فوز طبعا بنتيجه كبيره جدا هي اللقاء الاخير على المنتخب القطري 35-23 في دور الثمانيه. المنتخب السويدي كمل مسيرته للنهائي بالفوز الكبير 32-26 على المنتخب الفرنسي في المربع الذهبي قبل مباراه اليوم. المنتخبين السويدي والدنماركي بيعتمدوا على مجموعه مميزه جدا من اللاعبين ومعظمهم من المحترفين خارج البلدين زي السويد، عندنا هامبوس فان صاحب ال 27 عام اللي لعب دور كبير جدا مع المنتخب السويدي في فوز منتخب بلاده على طبعا المنتخب الفرنسي بعد ما سجل 11 هدف في المباراه، بيرفع رصيده ل 48 هدف في 8 مباريات بفرق 10 اهداف عن فرانكس ماروزو طبعا لاعب المنتخب القطري اللي بيتصدر حتى الان قائمه هدافي البطوله في النسخه الحاليه. الناحيه الثانيه اللاعب العملاق المخضرم مايكل هانسن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سجل 12 هدف في المباراة الدنمارك يوم الجمعة قدام منتخب أسبانيا، وبيرفع رصيده الآخر إلى 41 هدف في المركز الرابع بقائمة هدافي البطولة. منتخب السويدي كمان بيمتلك مجموعة مميزة جدا من اللاعبين زي دانيال بيترسن وجيم جوتسفن والجناح المتألق فالتر طبعا وحارس المرمى أندرياس باليكا، ويمتلك المنتخب الدنماركي هو كمان مجموعة مميزة جدا من اللاعبين زي ماجنس يانسن والشاب ماتياس جادسل اللي عنده 21 سنة وحارس مرمى طبعا الأسطورة نيكولا لاندن. إلى جانب هذا طبعا بيتسم أداء الفريقين بالسرعة الفائقة والهجوم اللي احنا شايفينه طبعا الخاطف والمهارات الفردية للاعبين إلى جانب القوة الجسمانية اللي طبعا الاسكندنافيين معروفين عنهم. طبعا بكل تأكيد هنشوف مباراة مثيرة النهاردة وكبيرة إن شاء الله على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي. في مباراة كمان أخرى مباراة قوية جدا جدا على تحديد المركزين الثالث والرابع هتبقى بين المنتخب الاسباني. حضراتكم مباراة اليوم الاخير من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، وهنبدأ من عند مباراة تحديد المركز الثالث والرابع اللي هتجمع بين منتخب اسبانيا وفرنسا الساعة 3:30 على صالة استاد القاهرة. اما المباراة النهائية لتحديد بطل مونديال مصر 2021 هتكون ان شاء الله الساعة 6:30 بين منتخبي الدنمارك والسويد على صالة استاد القاهرة.
اخر لقب حصل عليه السويد كان زي ما احنا عارفين سنه 1999 في البطوله اللي اتلعبت في مصر. تعالوا نشوف مصر ممكن تبقى وش الخير على السويد مره تانية ونرجع تاني. ان شاء الله تكون طبعا مشاهده طيبه للساده المشاهدين عبر شاشاتكم طبعا المفضله اون تايم سبورتس. دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل بقيه فقرات فان بول نيوز. خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي جه معانا فقره الاسطوره، واللي كل يوم بيكون معانا اسطوره من اساطير كره اليد اللي مستعرض فيها ارقامه وانجازاته. اسطوره اليوم هو فعلا بمعنى الكلمه اسطوره، اسطوره بمعنى الكلمه زي ما بنقول، لاعب فذ بيجي كل 10 15 سنه في مصر، لاعب القوي، اللاعب الشجاع، اللاعب صاحب الروح العاليه، اللاعب القيادي داخل وخارج الملعب. حصد الكثير والكثير من البطولات مع منتخبنا الوطني وتألق بقميص نادي الزمالك، وشرفنا طبعا في رحلته الاحترافيه. هو اسطوره منتخبنا وكابتن منتخبنا الوطني كره اليد الكابتن احمد الاحمر الابيض الذهبي الاحمر الناري. طبعا لاعب منتخبنا اللي هو مركز ظهير الايمن، وحقق الكثير والكثير من الانجازات. تعالوا دلوقتي طبعا نستعرض انجازات كابتن منتخبنا الوطني. اكثر لاعب في العالم متوج ببطولات قاريه برصيد 20 بطوله. هو الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم للأندية، الهداف التاريخي أيضا لمنتخب مصر في كل البطولات، متوج ب10 بطولات مع منتخبنا الوطني. أكثر لاعب متوج ببطولات قارية مع نادي واحد بتحقيقه 12 بطولة قارية مع نادي الزمالك. توج أيضا ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 4 مرات أعوام 2004 و2008 و2016 و2020. أفضل ظهير أيمن بكأس الأمم الإفريقية 4 مرات أعوام 2004 2008 2010 2016. هداف بطولة كأس العالم للأندية 2010 وحصل على المركز الثالث مع نادي الزمالك. الهداف التاريخي لنادي الزمالك ومتوج ب 28 بطولة بالقميص الأبيض، وتوج بكأس ألمانيا مع فريق فينسبورغ، والاكثر حصولا على بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا يعني احمد الاحمر واحد من نجوم منتخبنا الوطني بصراحه بمعنى الكلمه، هو اسطوره يعني صعب ان هي تتعوض الفتره الجايه. لاعب قيادي داخل الملعب، قيادي خارج الملعب، يعني ادى مع منتخب مصر اللي عليه طبعا لولا سوء التوفيق طبعا في مباراه الدنمارك الاخيره. احمد الاحمر كان لاعب قيادي في هذه المباراه. احنا شفنا كمان منتخبنا الوطني بصراحه شرفنا في هذه البطوله، يعني لولا سوء التوفيق في هذا اللقاء كان المفروض طبعا منتخبنا ان هو يعدي، وكان ممكن يوصل للنهائي، وكان ممكن ايضا يفوز بهذه البطوله، لكن قدر الله ما شاء فعل. تنظيم الرائع اللي شفناه من الدوله المصريه، بنشكر طبعا كل القيادات السياسيه على هذا التنظيم الرائع. كل ظروف صعبه بنتحدى العالم، وقدرت مصر ان هي تنظم هذه البطوله ونفتخر بيها طبعا كلنا امام العالم. كده تكون خلصت حلقتنا النهارده من برنامج هاندبول نيوز. اتمنى لكم مشاهده ممتعه في ختام مونديال مصر 2021. شكر خاص لكل فرد كان ليه دور في هذا الحدث العالمي اللي قدرت مصر تبهر بيه العالم كله رغم كل الظروف الصعبه من ازمات اقتصاديه عالميه واغلاق في كتير جدا من الدول، لكن دائما مصر عندما توعد دائما تفي. وفيناكم النهارده بكل ما يخص مونديال اليد مصر 2021. اشكركم على حسن المتابعه، اشكركم والى اللقاء.